كان العنف جسدي بواحد الأداة اللي هي ديال حادة اللي غتأذيني أنا، هذاك الشيء شكل. ولكن إلا كان غير عادي، غير العنف غير باليد ولا بالضرب ولا شي حاجة، هذاك كنا ندخلو. شخصيا أنا إلا شفت شي إنسان هكا كيتعرض للعنف من طبيعة الحال غادي نفكها. علاش؟ حيت اللي نتمنى لختي نتمنى لديك الإنسانة. بصراحة نضاد الدائرة مؤخرا ولات منتشرة بزاف، و بصراحة أصلا العنف ضد المرأة كيبين واحد الحاجة اللي هي ما عندنا في المرأة، لكن اللي شخصيته ضعيفة. غادي نقدها تنعتبرها بحال الأخت ديالي، تنعاونها هي تنعتبرها أنا بحال خشي، كنا نعاونها حسب الظروف، يمكن تيكون البوليس تيكون سميتها. نقدر نعاونها حيت هي بنت يعني بحالي بحالها، وندخل طبيعة الحال نقدر ندخل واخا نعرض الحياة للخطر حيت هي فاتت بحالي بحالها. كي قلت إذا شفت أنا شي إنسان كتعنف من طبيعة الحال، أنا أولا كرامتي متسمحليش نشوف شي إنسان كتعنف، على الأقل ندخل بخيط بيض ولا اقتضى الأمر نوصل شي مواصلة شي هي جيت راه طبيعة الحال. شوف اخر ما تفكر بقى المره المريض لك ايانس المجتمع الا في شي مره كتعرض للخطر، ما غاديش نخلي، ما غاديش يعطيني العقل باش غادي نخليها، غادي نتحامل ما امكن ما امكن باش نحيدها من الخطر. وفات وقعد لي في الضرب واحد الوقت، واحد المسكين بغى يتعدى عليه شي واحد وتبعناها بلا سميتو حتى فكناه من داك المجرم. اييه وما غاديش نعرض راسي للخطر عاوتاني، لا ما غاديش نعرض. شوف شي حاجه اللي غادي تعرضني على الموت ولا الموس ولا جبت شي حاجه غادي نعاود ثاني نشوف شنو هو باش نفك انا الراس ديالو، كني ما غاديش نتخلى على ديك البنت حتى العيده من الخطر. واختي شبي نقول لك، هادشي تاع العنف اختي ضد النساء، ممكن الا شفت شي دريه تتعرض للعنف ممكن نوقف نشوف هذاك اللي تعرض لها العنف نقول لها اخويا حتى انت راه عندك اختك، عندك اخويا امك، عندك بنات خالتك. اذا الانسان خص الانسان يكون مزيان، ما يكونش عاود ثاني هكا يتعدى على بنات عباد الله. حيت داك الشيء تقول لك واحد المثل، العاقبه تاع النساء صعيبه، واش فهمتيني؟ العاقبه تاع الوليه ولا الدريه ولا البنت تكون صعيبه اختي شويه. بطبيعه الحال غادي ندخل، نقدر كي قلت غادي ندخل باي طريقه نقدر نغوت نشوف شي حد يعاونها. الا كنت عارفه راسي ما نقدرش انا نعاونها، ولكن ما غاديش نبقى واقفه ونمشي ولا ندير بحال ما بان ليا والو ولا عاجي، ضروري ما غادي ندخل بطبيعه الحال باي طريقه باي وسيله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.